ونحاولوا يعني هذوك الطوابير اللي تكون موجودة في الصيف وفيها يعني تقريبا نقول لك 30% تضيع في الطوابير، 30% من الإنتاج يضيع في الطوابير. إذا كان نحلوا المشكل تاع الطوابير بأمور ويعني آليات تقنية ونحلوا المشكل تاع المردود، قادرين يعني نضعفوا أو أكثر الإنتاج الطماطم على مستوى الولاية. الله تلقاه في اللوزين دير راشي، نقول لك حاجة، أنا قلت لك خدمت طماطم ب 31 دورو، كنا نعملوا 7 كيلو في لاشين ما نزيدوش من 60 ساعه، دروك كم زوز كيلو قدام لوزين تجيب فيها 3 ايام.